انا الام لازم تسمعون كلامي. انا الام بهنيكم لا تنتيج انا الترياق. والله لازم اقول تصير صالون صار يكون سوده شاري سبايكي ولا انا لو يارس في سوق الغنم لو يارس هناك عند الهوش بعد وي ولا حد صوت ولا حد يدري سالفتي. انا مالكة صراحة. شوفي شوفي شو رايك انت تعالي عندي بحط لك ميك اب على راسي طلعتها ليره بال 14 هم الناس صدقوني بنات انا بتلاقي غريب انت ايش حق دخلت الحجره كذا؟ ميثة هذه ترى مو بحاله شقتنا صارت سوق حراج ازعاج من كل صوب عنبو تقولين بيت نحل الله يهداك انزين شو تسوي ما عندنا حيله خلص مخطط شقتك خلاص وبترتاح لا ترسيل تجادليني على شيء انا ما اقدر عليه ما بكل شوي قلتولي فيلتكم فيلتكم فيلت اسمعيني عاد احنا راس مالنا هذه الشقه انا مو بقادر اعزم ربعي وجماعتي مثلكم عشان بس ما احرجكم ما في تقدير حق هذا الشيء غريب ايش بلاك الزاعج وصوتك واصل عند حجرتي ايش بلاك شي تنافخ ليش انافخ لان نحن يارسين في شقه في عماره مو بيارس انا في بيتي في اللي تشبتنها يارس في شقه راس مالها الشقه بغير تحفيها اين ابو انت اللي رمسوي يا صبيحة 24 ساعه هاي يارسه ويقولي مريم ايش حق ما تصير بيت ريله امن ايش حق هي يعني ابغي ارتاح بيتي ابغي ارتاح من الازعاج ابغي هدوء ايه هذا اللي مزعلنك فالك طيب امي امشي قدام خطفي تعالي خليه ماذا بسرين وياي عند صبيحه يدو غريب منو بيتم عنده شو غريب انه بيتم عنده غريب روحه يبل فكه من ويوهنا وخليه يستريح الله يهداك شدو يعني هذا رايك هي نعم هذا رايي ويلا ابوي يصير ذهبي عمرك ويلا بنسير يدو يلا بسرعه تاخرنا ربعتي تترياني وين ربيعي بعد هاد ترياك الحين يدو انا قلت لها تصير تتصل في ربيعتها وتجلس عندها شوي صراحه غريب لازم يرتاح شوي ويفتك من ويهم عيال انت اللي داقه حق سبران وقالت لي ياخذني الويكند عنده وانا كذي مبهدله هي انا دقيت عليه عندك مانع خلوا ابوكم يرتاح شويه وايد متاذي منكم بعدين سبران متى بيج اذو دقيت له قال لي جاي في الطريق يا دو ها انت شو قايله حق يموعي شو يموعك ما يموعك شو قالت له قلت له ابوي احنا بنسير صوب هيك بنسلم عليهم فيها شيء هاي لا ما فيها شيء بس لان تو اتصل فيني وقال ذهبي عمك فتحريت تزعلتي طشونه يدو انت شو ناوي على غريب ما شيء بس غريب يبى يفتك من ويوهنا ويبى يستريح بعدين سمعيني سير ابوي ذهبي ثيابك بنسير كلبه انتي والبنات انا بعد امايا بليز بليز هاي فرصه ما تتعوض خلينا نغير جو لا عاد شبدنا من جو الشقه دام ابوي راضي بليز خليك كيوت قوليها أصدق يا النسيب أني حجزت لها في شاليها تنبزرة ما فينا على الحرمة الأولية اندرت منها بتثور فينا كلنا أي عايش أم الشوزن تثور نعم وبعدين ما بتخاوينا لا سامعني يا أخوي أنا بخون فيكم هالمرة ما أقدر أسير بصراحة أبوي نعم أنت ليش ما تسير ويانا ترى السبران حاجز غرفتين وصالة بنتي ما أقدر أنا يعني سامحوني هالمرة مشغول ما علي هفا يا النسيب نسير ويانا شي اللسكني بنعرفك على خويانا في المسعودي وبتسولف عندنا بتقصر الدوب يا اخوي يالسني مثل ينية روحك ينية روحي لا ما عليه ما عليه يا سبران يا النسيب ترى الله يسلمك انا عندي شوي بعد مواعيد ويا المهندس والاستشاري يعني بسير اشوف الخارطة ما يعني على راحك يا النسيب ما بنغثك ولا بنقول لك ولا بنزر عليك نقول لك نسير نسير قومي شلي بكشت خلينا نروح شايف خاطرك من صوبنا احسنت بارك الله فيك يلا فداعت الله يا. حياكم الله حياكم الله ابوي حياكم الله مع السلامه في الله
عفا عليك عمي، بحوطهم ليك في كل مكان، يبالوا بصعدهم ليك ونخيل بوديهم وبحر بعد بسبحهم. جزاك الله خير، جزاك الله خير وما قصرت. تعب بس شوف عاد لا توكلهم مالح وجاش عوايد. عفا عليك عمي، ما عليك، بعقف بطونهم لبستر ولازانيا، اطمن. لبستر من لازانيا؟ وين شرق وغرب براي؟ وانتوا سايرين على الدرب الله يخليك يا يبعه يا النسيب، نزلهم نص ساعة في سوق اليمعة. هي يعني يبغون يشترون شيء غراض، اللومي، الهمبة، الضبابة. الضبابة تراها تتشهى. هي هناك في يق الطيب، واشتر لها فراخ مع شعر بنات. بس؟ عسل التي صوبة. ليش؟ العسل عندهم ما بشي. إن شاء الله ناكل بيك أب مال أبوي قاعد ريا، ما فعليك عمي. شو شو فيك الخير إن شاء الله. يلا أبوي نحن جاهزين. يلا جاهزين. يمعه تعال شل شنطتي. وانا شل شنطتي؟ انت بروحش تشلي سياره بكبرها، شلي شنطتي روحش. والله ايش حقت تطنز على البنت؟ ايش حقت؟ ما بتشل، قول ما بشل. وبعدين ايه اما تولى عمتك ميزه اولى، شل شنطه ميزه ما بشنطه حرمات. عموتي يا فعليش يا عمو، عيني بقدمها ليش؟ هديه حاضرين عمو ولا يهمش. لا اله الا الله محمد الرسول. لا يمعه ابوي يمعه، اباك تشيل شنطتي لو هي صغيرونه، لكن ساعدني ما هو ما شلها. عفا عليش يد، وانا عندي غيرش يد في هالدنيا ما شيء، الاولويه لكبار السن ما عليش منيتي. ما عليش يمعه بليز تعال شيل شنطتي، لا تنسى اني انا سندريلا البيت ولازم تشيل شنطتي الكيوت. عمي انا بسالك سؤال واحد وغيره ما شيء. تفضل. انت مزوجني بنتك ولا مشغلني حمالي عند عيالك؟ شكلها الروح ترى ما تبشر بخير كاما. ايه اوه. القناه الثانيه ستنقل مباراه الاهلي والجزيره بصوت الزميل سمير اليعقوبي. المباراه الثالثه على القناه ابو الرياضيه الثالثه. يا سلام يا سلام. واحد يا جماعه الخير يحتاج للاسترخاء والهدوء. الله اكبر. يا سلام يا سلام. الله واحد يبغي له راحه بال، يبغي يعيش مع نفسه، يبغي هدوء تام، لا صدعة راس ولا زعيج. الحقيقة الضوضاء اللي أسمعها من ضبابة وميثة يعني فوق طاقتي، ما تحمل. خلنا نشوف الخارطة هاي اللي بطايعة تخلص. أشوف إيش قال لي، إيش قال لي المهندس المطبخ التحضيري. سين نخلي المطبخ التحضيري وراء الدري الباب الخارجي عن الريحة. المشكلة في الداك. عدل عدل عدل. بس يعني خير خير، اللهم اجعله خير. لا لا لا، أنا كنت طالب كباب علشان احتفل مع نفسي بأكلة كباب في هذا الهدوء. زين زين يلا. السلام على من اتبع الهدى. هدى محد، هدى سارت، قصدي ميثة سارت محد. وش قايل ميثة تسير ولا تخبرني ولا شيء؟ ها؟ عيل أنا هاد بعمري وياي من أم القيويل لين هنا، وآخر شيء ما أشوفه؟ لا صادق صادق أنت، ميثة غلطانة، ميثة ما تستحيل ويها. شي قايل تسير عنكم ما تخبركم؟ يحتاج ميثة قبل لا تسير أي مكان ولا المنطقة الشرقية تعلن إعلان وتقول يا ربعي يا أقاربي يا أهلي يا جماعتي انا سايره، عشان انتو حضراتكم كل واحد فيكم يرتب جدوله. ها غريب، كني اللي اروح ريحه طنازه. لا طال عمرك، لا لا لا، هاي ريحه النسكافيه. مسوي لك نسكافيه، ندوك اشرب اشرب. شو هذا هو؟ نسكافيه. هي اشرب اشرب. اسمعني يا غريب. نعم. انا سلمك الله كنت جاي بغيت ميثه تطلب لي ادوه مع العظام من الانترنت. انترنت انترنت. ايه انترنت. ميثة تطلب دواء حق هذا من الانترنت؟ اي مبراك يا اخويا، خاف انت غلطان.
ميثا غبطة بتطلب لك من سوق نايف. لا يا أخوي يا غريب، ما بهاتش السالفة. ميثا هي الوسيط، بناتك هن اللي يطلب من الحمبروتر. ايه وضحت المعلومة، بناتي بيطلب من الانترنت. زين يا اخوي شو هذا الدواء؟ فيتامينات مال العظام. هي نحن يا اخوي انت كل الاحرف مضروبة عندك، فيتامينات وانترنت انت شو ما تفهم ولا لسانك غلط ولا شو السالفة؟ شو الفيتامينات هذه؟ مال العظام قلنا لك شيء يسمونها مثل حالسيوم جالسيوم شيء كذي يا اخوي، ما اعرف يا اخوي انا ما ادري شوابنا كذي ولا هذا غير. شو الجالسيوم؟ قصدك كالسيوم؟ اوه هذا هو هذا هو ما هذا هو كالسيوم كالسيوم. شو حق الله يهديك تطلب من الانترنت كالسيوم من برا، في البلاد هنا كالسيوم شو ما تطلب من هنا؟ ما يجيبونه هنا غريب، ما يجيبونه. ولا بعدين الله يهداك حلو يا ابو بيك لما عندك انا بتعنى وبطلب من عندك. اسمعني اسمعني انت، خل عنك الكلام هذا كله. شوف هذا الدواء تراه ما يكلف ازيد عن 7000. اي نعم وها انا 7000 يا ابنها. شوف بعطيك اياهن، بس اول شيء اطلب لي الدواء. زين 7000 يا عيد عنب وشي بتفتح صيدليه في ملقوين. يا اخوي ترى شوابنا هناك كلهم بتدقدق عظامهم شراتي انا. هي نعم وانا قلت بجيب الدواء وببيع عليهم الحبه بمية. ايه الحبة بمية؟ يعني التجارة قصدك؟ تجارة هذا الكلام يا خوي غريب. هنا عام أفيد الوطن والمواطن. خيبة تفيد الوطن والمواطن في الأدوية؟ زي المواطنين عرفنا بتفيدهم بتوزع عليهم الحبوب هذه اللي بتيبهم، لكن الوطن شقا يعني بتعطي الوطن حبة؟ يا غريب ما بكذا. شوف بخبركم الحين انا يوم بوزع عليهم الدواء الشواب بيستقوون، وان استقووا بتخف عواقهم وبكذا بتخف سياراتهم حق المستشفيات وادويه وخرابيط والسوالف هذه كلها. قصدك انت تبغي توفر على الحكومه. نعم نعم الحين انت يا عيد بتوفر على الحكومه. الله يخلي الحكومه الله يطول في اعمارهم. امين امين يا رب. يلا يلا بسيطه نعتبرها وجهه نظر، وجهه نظر احنا هذه وجهه نظر ليش لا بالعكس. طيب ابوي مر علينا عقب يومين. ها لا شو شبلك شبلك عسى ما شر عسى ما شر شبلك قمت دماغ ملاونا. شو تقول لي يمر علينا عقب كم يوم؟ تي انا جاي جاي الدوبي ولا جاي احمض صور انا هنا؟ ها انا حين باين اليوم حار بحار. اي نعم يا طويل العمر البنات محد الكمبيوتر وياهن وهاي الله بسمها ميثا بعد محد. صبر علي بعد يومين ما مشكله بترياهم. بترياهم هني عندي؟ لا هاي البترياهم عندي انا. استوت 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 هذه اولها. وهمت اهلا عباس. وهمت خير؟ يقولون قاعد وحداني هالايام. شو اسوي يا عباس؟ يعني الحمد لله. بس ما بزين ابو احمد يطلع لك جني. يطلع لي جني؟ يطلع لي جني؟ طلع لي جني طلع لي جني طلع لي جني يا عباس وشفته شفته خلاص. ابو احمد الله يخليك خير الله يخليك. حقق لي واحد امنيه حق نفسي. امنيه شو؟ ابغي اشوفه. شو تشوف؟ اشوف الجني. عباس تخبرت شوف الجني مره واحد في حياتي اشوفه بس. ترى شوف ما في جني اهلي وما اهلي ما يلبسون احمر. ها ما علي عيوني يقولون جني حمر. عيونه حمر اشوفه. تبغي تشوفه؟ ها تعال انا اراويك عيونه حمر. تعال اسمح لي عاد اسمح لي يا اخوي يا ابو احمد اكلتك على الصبع هذا سلمك الله. الدكتور
يقول الاكل مضر على الطاوله، وانا من اكل سلمك الله على الطاوله الاكل احس بمول ما ينزل في معدتي مره، مول ما ينزل يا ابو احمد. اسمحنا اسمحنا يا اخوي اسمحنا. غلطان ابو احمد غلطان، ريالك غلطان. منو غلطان؟ انت غلطان، انت غلطان. نسرق اللقمه السرقه يا اخو غلطان. ابي اكل اسرق اللقمه السرقه حتى ابو احمد كلامه غلط. ليش؟ شوف تاكل تحت على الارز مزر، دكتور يقول احسن شيء تاكل على الطاول. طاول طاول طاوله طاوله مال اكل. تاكل فوق ليش؟ علشان ما يستوي عندك فولج. فولج؟ فولج هي اللي ما تستحل ويك الحين يا هاي. تبغى تصلح لي انا؟ تبغى تطلعني انا غلطان؟ هذا منو؟ منو هذا ابو احمد؟ صبر هاي انا غلطان؟ انت منو؟ اكيد انت غلطان يا ابو احمد. هذا منو؟ انت ايش تبغي؟ هذا منو؟ ابو احمد هذا منو؟ يا اخوي ايش تبغون انتوا؟ هذا منو؟ هذا منو؟ يا عشان تاكلون في بيتي. انا منو؟ انا منو؟ منو انا؟ انت ابو احمد؟ انا ابو احمد. صحيح فالج. فالج شو؟ تعرف فالج انت قبل شوي تقول فالج؟ ابو احمد خليك مني، انا بخبرك على الفال. تفضل. اي نعم طالما انا موجود عندك بالبيت لا تدور حد غيري تساله. سلمك الله الفالج. نعم هذا سلمك الله. يوم الواحد سلمك الله شوي يوم يتعب من التفكير ويصيبه شو يسمونه؟ ورم. شايف الورم؟ الورم شايفينه ولا ما شايفينه؟ وين ورم؟ سلمك الله الورم بعيد عنك وعن كل المسلمين ان شاء الله. ايه من داخل هنا الطاعه هنا هنا داخليه. هذا يومي داخل داخل مره، يومي داخل هنا مره، وعقب ينفلج قالوا عنه فالج. بس هاي سالفه. الحين الورم اللي في المخ يسمونه فالج. ايه هذا صاحب ابو احمد خربوط اودازه. شنو بابا ينفلج وينكسر؟ شلك هو شلك. قول لي انت غلطان بابا غلطان. انت قول لي، انت قول لي ابو احمد الفولج. نعم شوف الفولج حسب الموسوعة مال بريطاني العلمي. الفولج يقول لك شيء مثل البواسير. اخلع اخلع. شنو؟ نعمة قدام الحرام عليك نعمة. بابا شحكة تضحك انت، شحكة تضحك؟ يا اخوي انا حسيت مني بيجذب عليك. ليش؟ مرة من قال كلمة بواسير السالفة بين نعمة قدامكم نعمة كلو. بابا صبر شوي اشرح للعيال. لو اسمعني الفولج هذا مثل البواسير ها، يطلع تحت البوت هني. شوف بواسير يطلع تحت الباب. اطلع وين قال؟ اي اللي ما تسح على وجهك الحين انت صرت وطلعتني انا غلطان، واخر شيء تقول لي الفالج يطلع تحت الباب. بابا بابا انت شو عرفك؟ انت بابا خليك ويا القراقير مالك والسمك. ها خليك مع السمك مالك. ايه هذه رمسه هذه يا ابو احمد؟ انهان وانا في بيتك؟ اي اللي ما تستحي منو تقول لي انت يا القراقير؟ ها انت يا تبغى تعلمني؟ انت يا تبغى تعلمني يا وجه البومه؟ من وجه البومه عمي؟ من عمك؟ لا تقول عمي. من هو يا البومة خالي؟ ادخل قلد ضلوعك زين يا ابوي. شوي شوي منو هذا؟ شوي شوي يا جماعة. واحمد خبرني هذا منو؟ شوي شوي هذا منو؟ هذا منو ذبحتونا؟ شوي 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 يارسين في بيتي انتو يا جماعة الخير. ارجوكم ارجوكم انا اليوم مطرش اهلي تشلبة، ابغي ارتاح اليوم، ابغي استوي وحداني بروحي في البيت، ابغي اعيش في جو من الهدوء والراحة. خافوا الله فيي. منو جاي بعد؟ انا ناقص. انا شوي 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 باكل وياكم، شوي شوي باكل وياكم. استغفر الله العظيم. يا زيد انا لله وانا اليه راجعون. يعني انا ابغى استوي وحداني في هالبيت. كملت نعم. يا الله يا الله هي اختنا انا وعبيد موجود هنا؟ العنوان غلط ابوي. اسميها هذا السالفه يا غريب، ما حسواها من قبل. ايش قاعد تتغضون عنا وفي ناس جايينكم؟ ايش تسوي يا اخوي؟ ما بس عادي بس عنب وشو الدله خلصتها فوف فوف. لا الاكل متهني فيه ولا الشاي
اشرب مثل الاوادم يا اخي. يا اخوي ابو احمد شاييكم غاوي يا اخي. شاينا غاوي هنا وعافيه عاد مبكي لو وعد تجبود دندوك. عطني تعال 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 ما ابغي هالقهوه. جزاك الله حين ابوه حشه يا ابوك. وبعدين انت الثاني حش درانا انكم انتم يعني بتيوم بتشرفونا على الغداء. سكرتاريتك طال عمرك ما بلغوني. والله احنا مخبرين ومخبرين منه ميثا مطاشينها مسج. ميثا والله ما قالت لي ميثا. بس لو ارجعك عاد لوعت شمدي عاد. يلا ابو احمد اخي اقول لك تاهيكم غير شوف استوى طعمه اختلف. ميثا راحت كلبه صارت كلبه هناك وما قالت لي على شيء. ونحن في خصمه يوم ميثا صارت كلبه. والله العظيم اي والله. لا 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 صح معاكم حق. نعم المفروض ميثا يوم تصير مكان تعلن تقول انا يا جماعه سايره مكان فلاني تبون شيء. ما عندنا خبر ما ندري ما شيء غدا سيروا تصرفوا خلاص. ابوي حو نحن ما جايين نبى غدا. نحن جايين نقيل هنا ونروح. عندنا عرس في زعبيل. عرس في زعبيل تعرف شو زعبيل؟ عرس هناك. قال ما نبغى شيء هناك ابوي. بيغدونا بيغدونا وبيريقونا ريقونا وبيعشونا بيعشونا وبيبيتونا بعد يمكن ثلاثة ايام بلياليها في فوربو. شو؟ فوربو شبلا استوى فرنسي شو يقول؟ يقول لك هناك كل شيء بيعطونا فوربو. اخوي تعال انت عيد ابوي انت وياهي انت وين انت؟ انت ويا دلت ابوي قول لي انت يمكن تعرف لهم. ترى انا بعض حزات انا ما اعرف ليش شو يقولون. انا مضيع والله. حاضرين بخبرك. قل لي اللي قالوه شو اللي تبغى قل لي. حاضر انا حاضر. قل لي هم قالوه هذا مغفي هذا. انا حاضر قل لي فو شو هذه. سلمك الله الله يرضى عليك. يا عرفت عرفت عف عليك كما عرفه يا ولد ندوكه. خلني بخبرك السالفه انا يا ولد. اسمع اسمع سلمك الله يا غريب. انت يوم تطلع على الشارع وتمشي على هذا الدبي العابر هذا تاخذ بعمرك ها وتطوف ال 120 ما يطلع لك طين 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 طين. هذا هو فور 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 ما تبي يعني بس السالفه. الله يسامحك بس نرجع يا ابن جاي. تفضل الحين طين طين قول فور فور. يلا اقول انا هاي فور فور تولي تذكرتني سامع ان انا قبل الجزء الاول العاب ما بتنا شيء فيه فور فور كذا فور فور بورد فول بورد. ايش تبغون انت بالضبط؟ شو شو نبغي؟ والله حلوه هاي حلوه هاي حلوه هاي. شو نبغي؟ قم سرسو تليفون مطعم خالد الحريه الشعبي واطلب لنا صحنين قشيد وصحن تحت احسن تحت زين زين. ويا ليت بعد تطلب لنا مالح ونبغى نحلي بهراروت صدقه. بعد قول له منا ما عنده شويه صحنة. الحين انا شوف سحنا عرفنا هراروت. شو هراروت؟ انا بخبرك يا ابو احمد دوك يا ود يا ود بخبرك عن الهراروت. الله يهداك احنا ما تشرح تعطيني الشاي. اسمعني بخبرك حتى ان توصل لك المعلومه زين. شوف سلمك الله الهراروت سلمك الله ماشي. انت يوم ما ينفع اقول لك الحين ابو احمد هات الشاي خلاف الليل ان شاء الله قبل الرقاد بطبخ لك هراروت وبشربك اياه. استغفر الله العظيم كل ذنب. خذوا راحتكم بي خذوا راحتكم البيت بيتكم. ها في الليل تطبخ لي هراروت؟ اي بس ما عندي الليلة ما شاء الله. نعم عليك انت حاضر. انا حاضر بونسك ما تهون علي خليك روحك. بحمد عطى 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 خلي 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 يصمت الطبول. عيد عيد على ابوي. والله والله اني والله ان الطبلة عندك يا اسمت اسمت. يلا يا الله الراس. الله يا الدنيا. الله يا الدنيا راس. يا سلام.